السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناه ام اركان، قناه للافكار التربويه. فيديو ديال اليوم غادي يكون جد قصير وكيجاوب على واحد التعليق جاني فاش كنا درنا لي فيديو على تحدي القراءه. كان واحد المتتبع سولني عطوني عناوين استاذه، واش ممكن دير لنا فيديو على عناوين كتب قصيره يمكن كيقصد بها التلميذ ديال الابتدائي. انا غادي نوريكم مجموعه من الكتب اللي كيقصرها ومتوفره، كتوفرها كل المديريه، يعني الاستاذ او التلميذ ما كيشري حتى شي حاجه من عنده. كما أن يمكن لك تستعمل مكتبة إلا كانت عندك في الدار. الكتب بالنسبة لي كتنقسم لجوج، كتب جد قصيرة بحال هذه اللي كتشوفوا قدامكم دابا، مغامرات هانتوما، حتى النوعية الكتابة فيها كتكون صغيرة. هادو يستحسن كيبداو فيهم المستوى، كما كتعرفوا أن تحدي القراءة جميع التلاميذ من 6 المستوى الأول، وكيكونوا عندنا جوج المراحل، يعني من الثالث الثاني التحضيري، وعاوتاني عندنا الرابع الخامس السادس. أنا الموضوع أنا قلت لك عناوين، كاينين هادو قصص صغيرة جد صغيرة يمكن لك يقراهم التلميذ، وكاينين هادو بالنسبة للمستوى الأول والثاني. إذا كنقصر هذا أقدام طائرة، وعندنا مغامرات البحار سندباد، هادو بالنسبة ليا جد قصيرة كذلك. هذا فاش بالنسبة للكتب، الكتب معظم الكتب اللي عندنا احنا في الابتدائي هما عبارة عن قصص. عندنا في المجال الديني قصة أبي بكر الصديق تقريبا فيها تلخيص على الحياة ديالو، وعندنا كذلك في المجال الديني علمني النبي فرائض طفل مسلم، كتاب جد مهم. هو هادو كتب صغيرة أو لا قصيرة كما طلبت مني الأستاذ، أنا كنعطي نماذج منهم، هذه اللي هضرنا عليها قبل. وكاين حد السلسلات اللي بحال هكا، ها هما سباق كبير، شهرزاد العربي، هادو كلهم ديال هاد السلسلة. تحت رحمة الكمبيوتر، من أجل صديقي، الحارس الأمين، عندنا كذلك التحدي، السباق الكبير جوج مرات، في بلاط أسود، وعندنا شاهد متهم. اللي بغيت نذكر بالنسبة للتلاميذ الرابع خامس سادس فاش كيقرأ التلميذ هذا، كنعتبروا ليه مثلا قصة واحدة، ولكن تلميذ في الثاني أو الثالث وقرأنا قصة لمجموعة فيها مجموعة القصص كيعتبروا منهم بحال جوج القصص، وهكا كيسهل على التلميذ أنه يحقق الهدف اللي ديال 50 كتابا. وعندنا كتب أخرى خارج ديك السلسلة هذه مثلا، وعندنا يوميات مشارب، هادو غير نماذج تحت طلب المتتبعين ديالي. انا اي كومونتير تكتب كتبت تحت منه مرحبا، الا انني غادي ندرج فيه واحد الفيديو، غير هي مساله وقت وصافي. كنتمنى نكون جاوبت على التساؤل ديال الاطفال خصوصا اللي عندي في القناه اللي كيسولوا على المواضيع الكتب، وتحد موفق حيت دابا دوزنا الاقصائيات الاقليميه والجهويه، والاسبوع المقبل ان شاء الله ذاك الاقصائيات الوطنيه في مدينه الجديده. وبالمناسبه اتقدم باحر التهاني للتلميذه اللي عندنا من المدرسه ديالنا عقبه بن نافع بالضبط الحاج، التي حققت إنجاز بتأهلها لإقصائية الوطنية، حد موفق إن شاء الله. والتذكير هي طفلة في المستوى الثاني، يعني انتو أول مرة تشوفوا القناة ديالي أو لا مازال ما شاركتوش في القناة، ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الأحمر والجرس الموجود تحت الفيديو للتوصل بكل شيء جديد. مرحبا بالاقتراحات ديالكم وبالتعليقات ديالكم.